خلصنا من الأمهات، أعطيناهن كم من نصيحة. دوركن يا أستاذات يا أبلوات، دوركن أنت الأم الثانية. نعم أنت اللي تعلمي أولادنا وصابرة عليهم. نعم جزاك الله خير، إن شاء الله يعدش من أهل الجنة يا رب. وأنت اللي كل يوم صابرة والأولاد ما عارف كم ساعة ما عشناك صابرة عليهم، والله نعم جزاك الله خير وأقرش معاش، والله ما ينسى حقه حقش. لكن أرقصي جيبي هوا وجيبي هوا وجيبي هوا ما عارف مو، وجيبي كراسة وجيبي نشاط وجيبي مشروع الفلاني معكم المشروع. ما عندنا غوازي نحن، هاي ما عندنا غوازي، ما كل حد ترى عنده فلوس، حد يروم وحد ما يروم، ما نروم في الشهر مرة حالة شتت نختاري مشروع. يعني بعض الطلبة نقصن درجاتهم والسبة الظلم، ما عندهم غوازي يشتريوا حال مشروع، صارت نقصت له درجته، ما عندهم فلوس أوي يفتهمي، ما عندهم فلوس. طلبي شيء، طلبي ملي، طلبي صفرية، طلبي شيء بنجيب ليش من البيت. أما طلبينا فلين وطلبينا دباسة وطلبينا كراسة ملونة وطلبينا أشياء ما لها داعي، مروا 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 مروا. تعرفي مو يعني مروا مروا. حسنا حسنا أنا شري، أنا أعزل من الراتب شوية. أما كل يوم العيد ما عدنا ذا النظام، وحدة وقابلات علينا عيد ومدرسة وكله وخلص الراتب 40 يوم دون راتب، بعدها تجي تقولين باية وباية وباية وباية. لا لا حبيبتي، تستوي الدراسة من دون ذا كله، تستوي. نعم تستوي الدراسة من دون ذا الملاغات لها.